الغارق في البحر يقبض روحه الله تعالى وتسقط جميع ديونه بذلك. ميتة الغرق شهادة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمسة، المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. فيرجى لمن مات غريقا في سفر طاعة أن يكتب الله سبحانه وتعالى له أجر الشهادة، لكن ليعلم أولا أن هؤلاء الشهداء ليسوا على مرتبة واحدة في الأجر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والذي يظهر أن المذكورين ليسوا في المرتبة سواء، ويدل عليه ما روى أحمد وابن حبان في صحيحه من حديث جابر، والدارمي وأحمد والطحاوي من حديث عبد الله بن جحش، وابن ماجه من حديث عمرو بن عتبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وأهري قدمه. وروى الحسن بن علي الجلواني في كتاب المعرفة له بإسناد حسن من حديث ابن أبي طالب قال: كل موتة يموت بها المسلم فهو شهيد، غير أن الشهادة تتفاضل. وليس من أجر الشهادة العفو عن حقوق العباد، فهذه لا تسقط إلا بعفو أصحابها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهيد المعركة: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. فإذا كان الشهيد حقا في الدنيا والآخرة لا يغفر له الدين، فمن باب أولى ألا يغفر لشهيد الغرق ديونه، وهو أقل درجة من الشهيد في سبيل الله. وفي هذا تحذير شديد من خطورة أمر الدين على المسلم في الآخرة. وأما أن الله تعالى هو الذي يقبض روحه فهذا لا أصل له، بل هو باطل مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة من أن ملك الموت وأعوانه من الملائكة هم الموكولون بقبض أرواح العباد. قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. قال ابن عباس وغيره: لملك الموت أعوان من الملائكة يخرجون الروح من الجسد، ويقبضها ملك الموت إذا انتهت إلى الحلقوم. ولفظ الآية عام: إذا جاء أحدكم، لم يصح شيء في خروج أحد من عمومه، بل أدلة الكتاب والسنة موافقة له غير مخالفة.